بذلك تقوم مؤسسة الشارقة للإعلام بتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والتقيد بأخلاقيات الإعلام دون المساس بحقوق الآخرين وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام وأي اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة، إضافة إلى أي أعمال إعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية واستقطاب المتدربين الجامعيين وتعزيز دور الإعلام. فإن حالفك الحظ بأن تكون شخصاً قادراً على الحصول على فرصة للتدريب فيها واكتساب أفضل الخبرات من المبدعين والعباقرة في هذا المجال، حلم لا يصدق. لنلقي الضوء على يوم من حياة المتدربين، صناعة العباقرة على يد الجبابرة. أنا الطالبة مريان صقر الجلاد، متدربة من كلية الاتصال في جامعة الشارقة. سيف الأميري من جامعة الشارقة كلية الاتصال، متدرب في مؤسسة الشارقة للإعلام. حاليا أنا متدربة في قسم الأخبار، فعادة بيعطونا أوردر عشان نغطي حدث من الأحداث، فإحنا بنكون محضرين قبلها بيوم، وعلى يوم اليوم اللي رح نطلع فيه أوردر نطلع مع فريق العمل أوريدي بنكون مجهزين، وبنروح على ميدان الحدث ومنغطي الحدث الموجود، بس نرجع على المؤسسة منعد تقرير حول الحدث، وعادة المراسل أو اللي بغطي الحدث هو اللي بيسجل التقرير بصوته، وبعد هيك بنمنتج عليه عشان نعرضه بالنشرة. والله أي قسم الأخبار قبل في رمضان كان دوام مساء، لكن الحين بعد رمضان دوام يعني الصبح مثلا مع بداية الأوردر، فنداوم مثلا نداوم يعني لين ما نخلص الشغل يصير نغطي الحدث ونرجع نسوي تقرير، بعد ما نخلص تقرير المونتاج الفويس أوفر يعني كل هالأمور، بعد ما نخلصها كل شيء يعني يخلص الدوام. يعني بشكل عام شغلة المراسل تعتبر نوع من المغامرة، يعني مرات تصير تغطي حدث ترفيهي، مرات حدث رسمي، مرات حدث هذا. يعني بصراحة منذ بدأت تدريبي في قسم الأخبار كانت حياتي كلها عبارة عن مغامرة، كل يوم بتعرف على شيء جديد.